الموضوع مع ضيفنا من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا في هذه النشرة أستاذ رامي. ما هي التفاصيل المتوفرة حول مقتل هذا القيادي بسوريا؟ نعم طبعا دعينا نقول بأنه في عندما كانت هناك غارات إسرائيلية في 19 من الشهر الجاري في ريف حلب الجنوبي الشرقي، في اليوم التالي أعلننا عن مقتل 5 أسنان منهم من الجنسية السورية و3 من جنسيات غير سورية. المعلومات الأولية تشير بأن هذا الرجل قد يكون من ضمن 3 الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في جنوب شرق حلب، وهذه الغارة مثل ذكرنا أدت لمقتل 5، لأنه لا يوجد أي عملية استهداف للحرس الثوري الإيراني في البادية السورية، لكن تكتب إيران عن مقتل عناصرها في الغارات الإسرائيلية هو ليس الأول من نوعه. لذلك نقول بأن المرجح بأن هذا الرجل القيادي الذي لديه يعني كانت علاقات جيدة مع قاسم سليماني قد يكون قتل في هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت جنوب شرق حلب في 19 من الشهر الجاري. بال19 وليس يعني اليوم أو بالأمس. طيب أستاذ رامي، بس بالنسبة لهذا القيادي قلت وأيضا نقلنا يعني قربه لقاسم سليماني بوقتها وأيضا دوره القيادي، ولكن هل من تفاصيل أوضح حول هويته وماذا كان يفعل بسوريا؟ لا، هو كان يقود على احد القياديين البارزين فيما يعرف لواء فاطميون الذي كان يقاد من قبل الحرس الثوري الايراني والذي انشئ على الاراضي السوريه، والرجل متواجد في الاراضي السوريه سيد احمد قرشي منذ العام 2013، اي منذ التدخل الكبير لايران داخل الاراضي السوريه لنصره النظام السوري. وهنا يعني نقول بان في حلب والرقه ودير الزور ودمشق وريفها جميع هذه المناطق هي تحت الهيمنه الايرانيه. بالفعل يعني كنت أريد أن أسألك عن هذه النقطة بالذات بحلب، هل هذه المنطقة كلها تحت سيطرة القوات الإيرانية؟ نعم يعني من جنوب شرق حلب وصولا للرقة وصولا لدير الزور هذا الخط هو تحت الهيمنة الإيرانية الكاملة، مع تواجد للروس في بعض النقاط ومحاولة روسية فاشلة لإنهاء الوجود الإيراني في تلك المنطقة، إلا أن إيران تتمدد بشكل كبير جدا. طيب يعني وكالة تسنيم بررت موضوع وفاة هذا الشخص هذا المسؤول بأنه هو توفي إثر إصابة أصيب بها بالحرب العراقية الإيرانية، كيف يمكن تفسير هذا التبرير؟ يعني أصيب بالحرب العراقية الإيرانية وهو متواجد داخل الأراضي السورية، ما علاقة الحرب العراقية الإيرانية بوفاته ومقتله داخل الأراضي السورية؟ ولماذا لم تقل الوكالة الإيرانية من هم الثلاثة الذين قتلوا مع الأسنان السوريين في الغارات الإسرائيلية جنوب شرق حلب؟ طيب بالنسبة للغارات الإسرائيلية، يعني بحضرتك تقول إنها إسرائيلية، إلى أي مدى يعني تم تسجيل غارات بالفترة الماضية؟ هناك يعني منذ ما يعرف بخطاب القسم وحتى اليوم سجلنا وجود غارات إسرائيلية، سواء استهداف حزب الله في ريف حمص الغربي أو الاستهداف الذي كان في ريف حلب الجنوبي الشرقي وقتل على إثره 5 من المجموعات الموالة لإيران من الجنسيات السورية، قلنا أسنان من الجنسية السورية و3 من جنسيات غير سورية لم تكن هوياتهم معلومة لدينا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.